السلام عليكم ورحمة الله. الواحدة ظهرا في تونس، وتتابعون في أخبارنا اليوم. 10500 تونسي تحت برنامج تصفية الدم، 1800 منهم ينتظرون متبرعا. وثقافة التبرع بالأعضاء رهان كبير تعمل على ترسيخه الجهات المعنية. اتحاد الشغل يجدد تمسكه بإضراب 17 من جانفي، والطبيب يصرح بأن المفاوضات مع الحكومة لم ترتقي إلى تطلعات المنظمة. في أول زيارة إلى منطقة صراع، ترامب يتفقد القوات الأمريكية وسط تنديد نواب عراقيين بالزيارة التي يعتبرونها انتهاكاً للسيادة العراقية. أهلاً بكم مشاهدينا الأعزاء. توعية بأهمية التبرع بالأعضاء ونشر ثقافته وترسيخها لدى المواطن التونسي، انتظمت اليوم ندوة علمية حول التبرع بالأعضاء وفوائده الصحية والاقتصادية، نظمها مركز النهوض بزراعة الأعضاء الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية. 10500 مواطن تونسي تحت برنامج تصفية الدم، منهم 1800 في قائمة انتظار متبرع على غرار حاجية زراعة بعض الأعضاء الأخرى كالقلب والرئتين والكبد، وضعية ناتجة إضافة إلى نقص ثقافة التبرع بالأعضاء إلى عدة عوامل أخرى. ثم رفض من 85 إلى 90 وقت اللي ثم الفرصة تتاح للتبرع بالأعضاء. هذه الخلل هذا هو خلل يمكن في التحسيس، هو خلل في ثقة المواطن في المؤسسات الاستشفائية. راه المجموعة الوطنية تصرف في أموال طائلة على الدياليز وعلى برشا حاجات، وتصرف هذا أموال طائلة باش يخرجوا العباد يمشوا يعملوا زراعة البر. احنا في تونس عندنا الإمكانيات البشرية وعندنا الإمكانيات اللوجستية، اللي ينقصنا هو المتبرعين. وخلال ويبلغ عدد المواطنين الحاملين لتدوينة متبرع في بطاقة تعريفهم حول التبرع بالأعضاء، أكد وزير الصحة أن النقص الحاصل في التبرع بالأعضاء في السنوات الأخيرة سيتم تداركه بتسخير جميع الإمكانيات. إن شاء الله في الحملة هذه اللي انطلقنا فيها من جديد ترجع كل الأنشطة كما توا بزرع الكلى رجعوا يشتغلوا، الكبد إن شاء الله كيف كيف باش يرجعوا، ثم مركز ثاني باش ينطلق، وبقدرة الإله قاعدين نشتغلوا أنه حتى زرع القلب باش نرجع في النشاط نتاعنا، باش نضع كل الإمكانيات نتاعنا باش نغطي كل الإمكانيات باش المستحقين في الكلى في الكبد في القلب يلقاو الواجب نتاعنا باش نزرعوا لهم. علاش باش نخدموا على زرع الأعضاء؟ على خاطر يمكن العديد من المختصين يقول أنه انخفاض عدد المتبرعين مرده هو الفهم المغلوط، الفهم الديني المغلوط لتبرع بالأعضاء. اليوم إن شاء الله بالشراكة هذه وبحضورنا في الندوة باش نحاولوا لأيمتنا إن شاء الله لأيمتنا باش يخدموا على المجال هذا. وتتعدد فوائد التبرع بالأعضاء على جميع المستويات، فائدة اقتصادية واجتماعية وصحية للكبير والصغير بالطبيعة، على الاقتصادية بالطبيعة فما النفع اللي يجي للدخل القومي الدخل الوطني، وبالطبيعة على صحة الصغير، صحة الصغار زاد بالأخص صغار يرجع للمدرسة. ويبلغ عدد المواطنين الحاملين لتدوينة متبرع في بطاقة تعريفهم الوطنية 10000 مواطن فقط، في انتظار عقد شراكة بين المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء وزارة الداخلية لتسهيل مأمورية وضع التدوينة التي تيسر بعض المسائل القانونية بالنسبة للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. في شأن أمني، استعادت بعض أحياء مدينة القصرين هدوءها من جديد بعد أن تمكنت التعزيزات الأمنية المنتشرة بحي النور من تفرقة المتظاهرين وفرض الأمن والقبض على 6 أشخاص بين المحتجين. الاحتجاجات الليلية تجددت البارحة في الليلة الثالثة على التوالي بحي النور، حيث عمد بعض الشباب إلى إحراق العجلات المطاطية وغلق مفترقه بالحجارة بعد أن كان حياء النور والزهور بمدينة القصرين شهد منذ مساء الاثنين المنقضي عمليات كر وفر بين الوحدات الأمنية وعدد من شباب الجهة المحتج على الوضع الاجتماعي والاقتصادي هناك. وقد عمد البعض إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما اضطرهم إلى استعمال الغاز مسيل الدموع لتفريقهم في تحركات احتجاج تشهدها القصرين منذ حادثة وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي بمستشفى القصرين الجهوي متأثرا بحروقه البليغة الناتجة عن نشوب النيران في جسده في ظروف ما تزال لم تتبين بعد.
وقد نفذ عدد من عمال الحظائر بالقصرين اليوم وقفة احتجاج سلمية بسبب ما سموه التهميش المتواصل، خاصة لشباب الولاية، مطالبين السلطة بتسريع تنفيذ مطالبهم وعلى رأسها تسوية وضعياتهم المهنية. وقالوا خلال وقفتهم إنهم على استعداد لقبول تنفيذ مطالبهم على مراحل نظرا إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد حاليا. صبر الاتحاد العام التونسي للشغل نفذ، وإضراب 17 من جانفي القادم سينفذ. هذا ما جاء على لسان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي اليوم خلال ندوة إطارات الاتحاد. جدد الاتحاد العام التونسي للشغل تمسكه بالإضراب العام في 17 من جانفي القادم، مؤكدا أن المفاوضات الجارية مع رئاسة الحكومة لم ترتقي إلى تطلعات المنظمة الشاغلة للحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الأسعار. كما أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن صبر الاتحاد قد نفذ وفق تعبيره. أقول وأكرر مرة أخرى، ما تلعبوش بالنار، ما تلعبوش مع الاتحاد. أقول وأكررها، المراهقين في السياسة صبرنا عليكم بما فيه الكفاية، ولكن نفد صبرنا، لأنه البارح وقعت جلسة والمقترحات المقدمة، ما احنا ماناش نتاع فوتات وماناش نساطوا في حتى حد، أو مقترحات. أنا قلت لهم الأولاد البارح الوفد التفاوضي، ما تقولوليش الحديث هذا، احسبوا رواحكم ما عملتوش جلسة. وأشار الأمين العام للمنظمة الشاغلة أن الاختلاف القائم بين المنظمة والحكومة هو اختلاف حول وجهات النظر والمسارات المتبعة وغياب الثقة في مستوى تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. إضراب 17 جانفي ما نضمنش باش يكون كإضراب 22 قامت القيامة شبيه هدد. لا مانيش نهدد السيد، أولا وبالذات لأن مش نحن وحدنا مسؤولين على البلاد هذه. اليوم ثم حركة اجتماعية يا أخو، واليوم الناس ملت وفدت، ولكان أنت تحسب حساباتك ما تحبش تحل المشكل ونلقوا حلول، أنه بيسالش ننحني للعاصفة وتو يتعدى نهار ضراب ويمشي على روحه، حتى أن كل واحد عنده تكتيكاته في جيبه كيفاش يعملها. وبخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، أكد الطبوبي أنها تهم اتحاد الشغل ويجب الإعداد للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن مؤسسات الاتحاد العام التونسي للشغل هي من ستتخذ القرار وستحسم في هذه المسألة. نظم حزب أفاق تونس حلقة نقاش بعنوان البلديات نحو تركيز لا مركزية حقيقية، بهدف التباحث بشأن الصعوبات التي تعيق أداء أعضاء المجالس البلدية. مرور قرابة 6 أشهر من تركيز المجالس البلدية المنتخبة وما كشفته الممارسة اليومية لأعضاء تلك المجالس من وجود إشكاليات تعيق أدائها، مسألة قدر أعضاء حزب أفاق تونس أنها تستوجب الاستماع إلى تجربة عدد من رؤساء البلديات خلال طاولة نقاش قصد التفكير في مخرجات تسهم في تركيز لمركزية حقيقية. أصعب مشكل قاعدين نحسوا فيه وسمعناه منهم معناها بالعمل الميداني، وأنهم القرارات ما تنجمش تتطبق، يعني بعدم وجود الشرطة البلدية اللي هي تابعة البلدية، معناها رجوعها كما تعرفوا من 2011 رجعت تحت إطار وزارة الداخلية تحت إطار الأمن بصفة عامة. القاور واحهم رؤساء البلدية والمجالس البلدية بصفة عامة ما نجموش يطبقوا القوانين. بالنسبة لعدد من رؤساء البلديات المشاركين في فعاليات حلقة النقاش هذا، ومنهم رئيس بلدية أريانا فاضل موسى الذي يصف مسار تركيز المجالس البلدية المنتخبة بالمسار الثوري، فإنه يقر بوجود صعوبات تعيق أداء أعضاء المجالس والمتعلقة أساساً بالسقف العالي من مطالب المواطنين. المواطن بعد عليها هي وقرب من البلديات، وأصبح ما عادش يبحث على الدولة المركزية ولا يبحث كان على البلديات، معناتها نقل المسؤولية منها هي على المستوى الوطني وحطها في وسط البلديات، وهذيك هي الصعوبة منين جات. صعوبات يرى عدد من رؤساء البلديات أنه من الممكن تذليلها في حال منح لهم مزيد من الوقت والتجربة وأصبحت بحوزتهم الإمكانيات وأليات التنفيذ اللازمة لذلك. إلى العالم ومستجده الآن، فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن ليس لديه أي خطط للانسحاب من العراق،
خلال زيارة مفاجئة أداها لتفقد القوات الأمريكية هناك، زيارة هي الأولى له إلى منطقة صراعات بعد سنتين من توليه الرئاسة وعقب أيام من إعلانه سحب القوات الأمريكية من سوريا. في زيارة مفاجئة له هي الأولى لمنطقة صراع وللعراق منذ انتخابه، تفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الأمريكية هناك والتي يبلغ عددها نحو 5000 جندي، رحلة إلى العراق يرى عديد الملاحظين أنها تهدف إلى إسكات الانتقادات منها المتعلقة بعدم التقاء ترامب بجنود أمريكيين على الأرض، حيث تعتبر الرحلات الرئاسية لتعزيز معنويات الجنود تقليدا أمريكيا في أعقاب هجمات 11 من سبتمبر، كما تأتي وفقهم لصرف الانتباه عن المشاكل السياسية الداخلية المتفاقمة. وخلال زيارته لقاعدة الأسد الجوية لتهنئة القوات الأمريكية المنتشرة هناك بأعياد الميلاد حسب ما أعلنه البيت الأبيض، والتي تأتي أيضا عقب قراره خفض عديد القوات في أفغانستان وبعد أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، دفع ترامب عن قراره بقوله إنه بات ممكنا بعد هزيمة داعش الإرهابي في سوريا وإنه بإمكان الولايات المتحدة استخدام العراق كقاعدة إذا أردنا القيام بشيء في سوريا. ترامب قال أيضا نحن منتشرون في جميع أنحاء العالم ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تبقى شرطي العالم حسب وصفه. مقابل هذا نفى ترامب وجود أي خطط لدى الولايات المتحدة لانسحاب ممكن من العراق، وألغى اجتماعا كان مقررا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إلغاء يقول مكتب عبد المهدي إنه جاء بسبب خلافات على كيفية عقد الاجتماع، لكنهما تحدثا عبر الهاتف حول تطورات الأوضاع سيما بعد قرار ترامب الانسحاب من سوريا والتعاون المشترك لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، في حين تؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض أن إلغاء الاجتماع يأتي بسبب مخاوف أمنية. وأمضى ترامب الذي كان مصحوبا بزوجته ميلانيا حوالي 3 ساعات في العراق، وفي طريق عودته إلى الولايات المتحدة توقف لنحو ساعة ونصف في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا. أعلنت وزارة الإعلام السورية أنه من المقرر أن تعيد دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق اليوم في إشعار من الوزارة للصحفيين حتى يغطوا الحدث. ولم يصدر إلى حد الآن تعليق من مسؤولي الإمارات بشأن إعادة فتح سفارتهم بسوريا، وهي المغلقة منذ بداية الصراع السوري الذي اندلع سنة 2011. صرحت ألمانيا برفضها نشر صواريخ جديدة في أوروبا، مشددة على أنها ستعارض هذا التحرك في حال إلغاء معاهدة للحد من التسلح تعود لفترة الحرب الباردة. التصريح الألماني جاء ردا على إعلان روسيا نجاح الاختبار الذي أجرته لمنظومة صواريخ نووية جديدة. أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أنها عابرة للقارات، ستدخل حيز عمل القوات المسلحة الروسية العام المقبل، موضحا أنها إنجاز نوعي واستراتيجي سيضمن أمن بلاده عقودا طويلة. في جديد الرياضة، تأهل ترجي الرياضي التونسي لنصف نهائي البطولة العربية للأندية في كرة اليد المقامة منافساتها بساقية الزيت إثر تغلبه على الخليج السعودي ب43-27 في مباراة جمعتهما مساء أمس. ويلاقي ترجي الرياضي اليوم في المربع الذهبي نادي السالمية الكويتي، كما بلغ الدور ذاته نادي ساقية الزيت بانتصاره على الكويت الكويتي بنتيجة 29-21. وسيبارى نادي ساقية الزيت في الدور نصف النهائي من البطولة العربية لكرة اليد، سيبارى نادي العربية القطري. في بطولة كرة القدم الإيطالية، انتظر إنتر ميلانو حتى الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق فوزا صعبا على نابولي بهدف دون رد في لقاء جمعهما مساء أمس ضمن قمة مباريات الأسبوع 18، وتحقق الهدف الوحيد بواسطة لوتار مارتينيز. نأخذكم الآن مشاهدينا في جولة بين مدن تونس، نبدأها مع بالأمن بلادي تحلى وبالفن أحلى وأحلى، وهي تظاهرة ثقافية نظمها منتدى قرطاج للأمن والتنمية في ساحة 100 متر بصفاقس، كرم خلالها عائلات الشهداء من الأمنيين والعسكريين. هذه التظاهرة الثقافية لا تحتفي بالفنون فقط،
هي تتجاوز مفهوم الاحتفال لترسم مجموعة رسائل مفادها اعتراف بالجميل لشهداء هذا الوطن. هي بطبيعة معناتها من كنت حزين كتشوف هكا معناتها الناس فرحانة بيك وتحس عزة كبيرة معناتها، والحمد لله هذاك هو معناتها العمر بيد الله وكل واحد كيفاش باش يموت والله يرحمهم. وكهو احنا التظاهرة هذه الساعة حبيناها تكون تحت شعار بالأمن بلادي تحلى وبالفن أحلى وأحلى، في رسالة أنه لا نستطيع أن نعيش من دون أمن كما لا نستطيع أن نعيش من دون فن، والاثنين هما سلاحين لمكافحة الإرهاب. الأمن هو سلاحنا ضد الإرهاب، هو أولادنا هم أخواتنا اللي هم موجودين في الجبال وفي الصحراء للدفاع عنا وعن حرمة الوطن. حبينا بالمناسبة هذه نكرمهم نعترفوا لهم بالجميل. ساحة 100 متر بصفاقس تحولت إذن بهذه التظاهرة إلى فضاء للفنون المختلفة، ركح آخر للحياة والتفاعل، ونحت ملامح وطن أجمل. سمحة وبرشا جو وعجبني كل شيء. شنو اللي عجبك بالضبط لهنا؟ تم جيبوا كوراليت وبرشا حاجات يعني. والله ايفينمون طاير على الاخر، تحفون صفاقس في حاجة لتظاهرات ثقافية كما هكا، وتونس ديما مزيانة وديما خضرة وما تسحق كان تكون ديما حلوة ومزيانة. ستة لوحات لقاو تقريبا ورانا توا، هدية لقوة الأمن وتكريما لهم المجهودات اللي دبلوها في تأمين هذا الوطن. تقريبا هو تعبير فني حر من فنانين أحرار لقوات أمن جمهوري. يعتقد الكثيرون أن الفنون لغة الحياة، الموسيقى، المسرح أو السينما جسور عبور نحو الجمال، ومن الأكثر قدرة على هزم الإرهاب سوى الجمال. كذلك انطلقت الدورة التاسعة لملتقى شباب قفصة للسينما متضمنة ورشات للأطفال وعروض أفلام سينمائية، دورة جديدة تواجه حسب منظميها صعوبات مادية. دورة جديدة من ملتقى شباب قفصة للسينما انطلقت بمركز الفنون الدرامية والركحية تحمل معها عروضا لأحدث الأفلام السينمائية، دورة تاسعة يتمسك منظموها بتواصلها رغم الصعوبات المالية. المهرجان هذا هو يوصل للدورة التاسعة نتاعه، معناها ما عادش توا وليد صغير ولا يشد روحه للمهرجان، صفك وإنه هو ونمشي ياخذ أهمية في تكوين الشباب ويولي عنده صيت في الجمهورية الكل. لاحظت السنة اللي فما كل شوية فما اضطراب شوية في التمويل اللي هو النادي السينمائي الهواة بقفصة، لقى مشكلة صغيرة باش يمول الوحدة. معناها أكثر تمشي مشينا فيه إنه النشاط يكون متوزع على برشا فضاءات ثقافية. اخترنا انه عرض الافلام يكون في مركز الفنون الدراميه والركحيه بقفصه، الورشه التكوينيه باش تكون في المركب الثقافي قفصه، كذلك اخترنا انه يكون عندنا نشاط للاطفال اللي هو ورشه تكوينيه في صناعه الافلام بالصلصال. ديما نلقوا مشاكل في الفتره هذه بحكم انه فتره انتقاليه وديما على حكايه فان دو بيجي. فيلم في عيني للمخرج نجيب بالقاضي افتتح ملتقى شباب قفصه للسينما وسجل حضورا لافتا للجمهور. بون محلاه الفيلم وان تري بو فيلم وديجا فيه ميساج نصور لي بارون الوغ يل كريتيك زاد لي اسوسياسيون اللي هما نتاع اللي يهتموا باللي زوتيست هذوما. عجبني ياسر انا الفيلم بصراحه. بون اثر فيا برشا الفيلم ديجا بكيت. الحمد لله لازمنا برشا دي زيفينمون هكا في قفصه. مش مولفين بالحوايج هذه في قفصه وتظاهر به ياسر بالاخص انها منظمه من طرف شباب وحاجه باهي ماذا بينا ديما حوايج هكا في قفصه. إن شاء الله يتواصل ويكون ما أحسن وما خير وتكون العروض دولية أكثر. أربعة عروض سينمائية متاحة ثلاثة أيام الملتقى الذي يعتبر فرصة للجمهور لمشاهدة الأفلام الجديدة في جهة تفتقر لدور السينما ولمهرجانات تهتم بالفن السابع. نهاية الموعد الأخباري مشاهدينا الكرام، إليكم فيما يلي تذكيرا بعناوين الأخبار. 10,500 تونسي تحت برنامج تصفية الدم، 1,800 منهم ينتظرون متبرعا، وثقافة تبرع بالأعضاء رهان كبير تعمل على ترسيخه الجهات المعنية. اتحاد الشغل يجدد تمسكه بإضراب 17 من جانفي، والطبيبي يصرح بأن المفاوضات مع الحكومة لم ترتقي إلى تطلعات المنظمة. في أول زيارة إلى منطقة الصراع، ترامب يتفقد القوات الأمريكية وسط تنديد نواب عراقيين بالزيارة التي يعتبرونها انتهاكا للسيادة العراقية. بوابة التلفزة التونسية على ذمتكم مشاهدينا، حتى تتابعوا أخبارنا وبرامجنا أينما كنتم، نلقاكم على خير.